كفرت ووسوس لك الشيطان وصرت تماشي كبار. اصحى اصحى من الغفلة اللي انت فيها. يا رب يا رب جبت مفسخ ابني في عابة. بس انتبه انتبه من اللي يسوق رالي. كلام انتم بخير بمناسبة العيد وترقبونا ان شاء الله في عيد الاضحى مسرحية شوشرة تأليف اخراج محمد حلال. مسرحية هادفة فيها فكر جديد، فيها طرح واسلوب جديد على المجتمع. المجتمع راح يتقبل المسرحية بصدر رحب ان شاء الله. طبعا مشاركة الفنان غني عن التعريف ابو زهير على السبع، مشاركة الفنان حسين هويدي، جعفر السيهاتي، ناصر عبد الواحد، مجموعة من الشباب الواعدة. مسرحية جدا قوية، مسرحية جدا قوية وراح تكون كل ثقة راح تكون وراح تحظى بتغطية خاصة من موقع عيون سيهات، يعني ما راح تقصر عن أحمد خليفة. كل عام وانتم بخير وتابعونا على عيون سيهات. شكرا. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حابين ندعوكم لمسرحيتنا إن شاء الله التي ستقام ضمن فعاليات مهرجان الوفاء الخامس واللي راح يقام في مدينة سيهات إن شاء الله. ندعوكم لحضور مسرحية، مسرحية الموسم الاجتماعية الكوميدية الهادفة شوشرة، مسرحية تدار بقالب اجتماعي يشاركنا فيها نجوم على مستوى الوطن العربي وبدون مبالغة، يعني بقيادة النجم الفنان القدير الأب علي السبع أبو زهير، وايضا بمشاركه الفنان القدير القائد صار لفتره طويله الفنان القدير حسين الهويد ابو نوار، وفيها ايضا نجوم شابه واعده ووجوه جديده ما اريد اذكر اسماء. ان شاء الله لما تشوفونهم في المسرح ان شاء الله خلال ايام العيد راح تكتشفونهم، تكتشفون مواهبهم ان شاء الله، وكلهم قد المسؤوليه. وإن شاء الله إن شاء الله نقدم عمل اجتماعي فكاهي هادف إن شاء الله. إحنا شغالين بروفات على قدم وساق بشكل مكثف ومستمر يوميا، وإن شاء الله إن شاء الله هذه الخلطة والمجموعة بين الجيل القديم والجيل الجديد نقدر نقدم عمل يليق بكم أنتم كمشاهدين ويليق إن شاء الله بمستوى الفن المسرحي في منطقتنا إن شاء الله. تابعونا خلال أيام العيد وكل عام وأنتم بخير. ناصر عبد الواحد، عيون سيهات. عيون سيهات. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مايد محفوظ. إن شاء الله راح نقدم عمل جديد يليق بمستوى المنطقة الشرقية وخصوصا منطقة القطيف عموما، والعمل أنا أتشرف أن أشارك لأول مرة مع عمالقة الفن في منطقة الخليج علي السبع والفنان حسين هويدي، وهذا شيء شرفني وشرف عظيم، وإن شاء الله راح نطلع بشيء جديد. معاكم مايد محفوظ، عيون سيهات. جمهور القدير، جمهور سيهات، جمهور المنطقة الشرقية، أحلى يعني. نحب ندعوكم إن شاء الله إلى مسرحية شوشرة، المسرحية الهادفة، المسرحية اللي طول وقت ضحك. طبعاً بمشاركة الفنان القدير على السبع ومشاركة الفنان الكبير وقلنا كلنا حسين الهويدي. ما عندي كلام، بس معكم علي عيد. كل عام بخير جميعا ان شاء الله. مقدما ان شاء الله ان شاء الله تراقبونا ان شاء الله في مسرحيه المسرح الاجتماعي شوشره، يلا يا منتظر، لتضم نخبه من فنان المنطقه. هي حقيقه فرصه لن تكرر الا مره واحده، فان شاء الله نتوفق، يلا ان شاء الله ان شاء الله جاي، فان شاء الله دعواتكم نتوفق بعرض جميل ان شاء الله ان شاء الله. يلا منتظر جداره نعود علي كفر يا كسنين ودي عمد كسنين وصوص
حجر خالد. تابعوا كواليس مسرحية شوشرة. تابعوا كواليس مسرحية شوشرة على موقع عيون سيها. على موقع عيون سيها.